بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والعون والنجاح. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم من أرضية ميدان غشابة لصباغات الهجن العربية الأصيلة في صباح هذا اليوم، صباح يوم الجمعة المبارك 20 من شهر 12 لعام 2019، ضمن السباق 8 المقدم من اتحاد سباقات الهجن لموسم 2019-2020. ها نحن اليوم مع سن الكبار، سن الثنايا والحول والزمول، من مسافة 6 كيلومترات. على بركة الله وحفظه ينطلق الشوط الأول المخصص للإبكار الثنايا المحليات الأصايل. نتابع مقدمة الشوط على المركز الأول الخوارة خلفان بن راشد بن حضير من الاكتبي، التي تفتتح الإذاعة مع الشوط الأول، بينما المركز الثاني القدوم من النهضة ناصر بن محمد بن مصلح العبابي يقدم النهضة على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث شعار خلفان بن راشد بن حضيرم الاكتبي ياتينا ثالثا في هذا الانطلاق، وهذا التواصل بحوزة معراض. المركز الرابع تقدمت مزنة سعيد بن محسن بن لويهي العفاري يقدم مزنة. المركز الرابع، المركز الخامس هناك الوصول مقبل شواهين ناصر بن راشد بن سعيد اليابري، والسادس المراكز تنضم إلى المجموعة سمحة محمد بن سعيد بن الصغير علي نيبي يقدم هذا الاسم. هكذا هي نتيجتنا، هكذا هو النداء للست المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط. ولكن نرجع إلى المركز الأول، نرجع إلى التحديات الأولى. نتابع الأداء
النهضة على المركز الأول، النهضة ناصر بن محمد بن مصلح الحبابي الذي يقدم هذا الاسم على المركز الأول بالشوط الأول للثنايا المحليات في هذا الصباح. هنا الآن ودعنا كيلوين، 4 كيلومترات متبقي عن خط النهاية، والصدارة تحمل اسم النهضة ناصر بن محمد بن مصلح الحبابي المركز الثاني. الغدوم من قبل مزنة سعيد بن محسن بن لويهي. العفاري بينما التسلل في هذه اللحظات من سمحه محمد بن سعيد بن صغير علي نيبي يقدم هذا الاسم المركز الرابع. نتابع خيره سلطان بن حسين بن يروان بن عابد يقدم هذا الاسم على رابع المراكز. المركز الخامس اجد الوصول من قبل معراض خلفان بن راشد بن حضينم. والمركز السادس نتابع هناك الوصول من شعار ناصر بن راشد بن سعيد اليابري مع شواهين، وهنا تدخلت هذه اللحظات قادمة اللي هي عذبة محمد بن حسن بن ثيمة العامري يقدم عذبة في هذا التحدي، وهذه تحمل الرقم 7 اللي هي مخيفة. سيف بن عوض الرشاش يقدم مخيفة. هكذا النتيجة، هكذا النداء للمراكز المتقدمة، ولكن عودتنا إلى المركز الأول. نتابع الأداء. سمحة سمحة سمحة، انتصفنا المسافة يا مالك سمحة ويا المشاركين. هنا من يقدم سمحة محمد بن سعيد بن الصغير علي نيبي الذي يأتي بهذا الاسم، بينما المركز الثاني هذه النهضة ناصر بن محمد بن مصلح الحبابي. تبادل سريع، تبادل ثنائي للمقدمة والصدارة، بينما المركز الثالث مزنة سعيد بن محسن بن لويهي. العفاري على المركز الثالث. المركز الرابع أجد الوصول من قبل خيرة سلطان بن حسين بن يروان بن عابد على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع القدوم في هذه اللحظات وهذا التحدي في هذا الاندفاع مخيفة. سيف بن عوض الرشاش يقدم مخيفة. شو بقية الأسماء يا مصورنا؟ تابع هناك الأسماء القادمة من المناطق الخلفية في هذه اللحظات. وصلت بكل قوة على المركز السادس. هنا بشاير الغبشي بن سهيل بن غبشي الشريفي، أرى الأسماء العملاقة هناك في المناطق الخلفية. نتابع هذا التحدي ونتابع هذا الانطلاق. 4 كيلومترات ودعناهن، كيلوين ما تبقى عن خط النهاية، عن حسم الشوط الأول في هذا الصباح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، معركة ومعترك قوي من أجل الفوز والانتصار بالشوط الأول للثنايا المحليات. والقيادة الصدارة تحمل اسم النهضة، النهضة منتهضة إلى الفوز إلى الانتصار لمالك ناصر بن محمد بن مصلح الحبابي الذي قدم النهضة على المركز الأول. في هذا التواصل وهذا الاندفاع الممتاز ما شاء الله تبارك الله، عروض جميلة نتابعها من خلال هذه اللحظات ومن خلال الفوز من خلال الانتصار. المركز الثاني سمحة محمد بن سعيد بن صغير علي نيبي. المركز الثالث خيرة سلطان بن حسين بن يروان بن عابد على المركز الثالث. المركز الرابع ألا وهي مزنة سعيد بن محسن بن لويهي العفاري. شوفوا شوفوا شوفوا، بدينا في المنعطف الأخير، بدينا في المنعطف الأخير والتحديات بحوزة النهضة حتى الآن. ركز يا أبو محمد، ركز يا ناصر، يا ابن مصلح يا الحبابي،
ركز مع هذا الشعار الذي يقود المشاركين بهذه القيادة الرائعة. والرقص دائما يحلو مع الكبار، يحلو مع الكبار في هذا التنافس. نتابع التنافس، نتابع الأداء على المركز الأول. الكيلو الأخير، الكيلو المتر الأخير، الكيلو المثير الذي يحمل الإثارة، يحمل الانطلاق. على المركز الأول النهضة، ناصر بن محمد بن مصلح. الإحبابي المركز الثاني خيرة، سلطان بن حسين بن يروان بن عابد المركز الثالث. تقدمت في هذه اللحظات مزنة، سعيد بن محسن بن لويهي العفاري. نتابع هذا العرض ونتابع هذا الأداء، ما شاء الله تبارك الله على الانطلاق المتميز، على التحدي. مزنة مزنة النهضة باللويهي بن مصلح، بن مصلح باللويهي في منافسة قوية، ما شاء الله تبارك الله. سيطر باللويهي، سيطر باللويهي، بن مصلح يحاول، يحاول مع النهضة، النهضة النهضة. مزنة 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 باللويهي على المركز الأول، مزنة باللويهي، مزنة أهالي الفوعة توكد الفوز. سلوم باللويهي سلام، تهانينا والناموس الى سعيد بن محسن بن لويهي العفاري على فوز مزنه بالشوط الاول في هذا الصباح. المركز الثاني النهضه، ناصر بن محمد بن مصلح الحبابي. المركز الثالث اللي هي الخوار مظفر محمد الخموش العامري. المركز الرابع يذهب الى الرابع خيره، سلطان بن حسين بن يروان بن عابد. الخامس الا وهي شارق مظفر محمد بن خموش العامري. السادس رام سبعة مخيفة سيف بن عواد الرشاش. توقيت 9 دقائق و51 ثانية.